الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 أهمية وجود خطة تمويلية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف شكري خلال جلسة مبادرة السعودية الخضراء أن الدول الإفريقية تساهم بنسبة انبعاثات تمثل 4% فقط، ولكنها تأثرت كثيرا بشكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أهمية التمويل في توفير فرص للتخفيف والتكيف المناخي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية في مدينة خيرسون الجنوبية قبل الانسحاب، مضيفا أن السلطات المحلية بدأت في إعادة الاستقرار للمدينة. وأشار زيلنسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 60 تجمعا سكانيا في منطقة خيرسون، وشدد على أن الشرطة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار، لافتا إلى أنه تم التعامل حتى الآن مع ما يقرب من 2000 لغم وفخ وقذيفة غير منفجرة. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن 11 غارة جوية على مواقع القوات الروسية، مستهدفة على وجه الخصوص 3 أنظمة دفاع جوي روسية. وقالت هيئة الأركان في بيان إن وحدات من قوات الدفاع قامت بإجراءات إحلال الاستقرار في المناطق السكنية التي تمت السيطرة عليها بمنطقة خيرسون، وتبعت أنه في الوقت ذاته تقوم القوات الروسية بتحسين معدات التحصين للخطوط الدفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشيني إن موسكو تعتزم مواصلة المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب. وقال فرشيني أن موسكو تعتبر أن المشاورات التي تم إجراؤها في جنيف كانت إيجابية، مشيرا إلى أن جلسة مشاورات أخرى سيتم عقدها قبل نهاية هذه السنة. وبحسب فرشنين فإن المشاورات ناقشت تنفيذ الاتفاقات الخاصة بصادرات الحبوب التي تم التوصل إليها في 22 من يوليو الماضي، مشيرا إلى المذكرة التي تم توقيعها بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ضمان وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وما يعرف كذلك بصفقة الحبوب التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من 3 موانٍ أوكرانية. قال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود كريستوفر ماجنوس. وجاء بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية أن ماجنوس طلب منه الاستقالة أو إقالته، في إشارة إلى التوتر داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية. خرج الآلاف من المواطنين في ألبانيا في تظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وكانت التظاهرة سلمية في أغلبها، ولكن في النهاية تجاوز البعض صفوف الشرطة ورش بعضهم طلاء أحمر على الأبواب الرئيسية للمبنى الحكومي، وأشعل آخرون شموعا لإحياء ذكرى شخصين قتلا برصاص الشرطة في السنوات الماضية. هذا وشهدت ألبانيا ارتفاعا في أسعار السلع بنسبة 8% هذا العام، خاصة بالنسبة للأغذية الأساسية والوقود في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة. سجل هدفي أرسنال لاعبه النرويجي مارتن أوديغارد، ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 37 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما ظل ولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 10 نقاط. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.